معنا من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور. سيد شلومو غانور، لماذا هذا الموقف المزدوج من إسرائيل؟ من ناحية أخرى هي تدرس في تنفيذ صفقة مع حماس من أجل هدنة لأسابيع أو أشهر، في نفس الوقت هي تقوم بالتهديد بعملية برية أوسع في رفح. هذا يندرج في إطار الأهداف التي حددتها أصلاً في بداية هذه الحرب، أي تفكيك البنية الإرهابية والحكومية لحماس، هذا من جهة، والهدف الثاني الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين. فلذلك ليس هناك ازدواجية في الأهداف، بل هذه أهداف معلنة منذ البدء، وليس هناك أي ازدواجية في السياسة. ربما هناك تفضيل نوعا ما حسب الظروف السياسية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف على الآخر، ولكن لا تزال إسرائيل ولكن عند سيد شلومو موقفها الإفراج. نعم، ولكن سيد شلومو، مجرد توسيع العملية البرية لتمتد إلى رفح، ألا يعني بأنها ربما إطلاق رصاصة الرحمة على هذه الصفقة التي تعمل عليها من جهة قطر ومن جهة أخرى القاهرة؟ لا يعتقد ذلك، لأن من الناحية العسكرية لا يمكن استكمال الأهداف العسكرية بدون الوصول إلى ممر فيلادلفي وأيضا إلى منطقة رفح بأكملها، خاصة وأنها تشمل أنفاق التهريب لحماس وأيضا أنفاق التهريب المدنية لقطاع غزة. وبدون الاستيلاء وبدون وقف نشاط هذه الأنفاق التي يقدر عددها بعدة عشرات، لا يمكن أن تمنع قطاع غزة مرة ثانية من أن تشكل. ولكن سيد شلومو غانور، ماذا عن مصر يا سيد شلومو غانور؟ مصر ترفض هذه الخطة الإسرائيلية بتوسيع الحرب إلى حدودها نظرا للمخاوف المتعلقة بالنازحين. حتى الأمم المتحدة حذرت من كارثة يمكن أن تحدث بعد اجتياح رفح. معالجة موضوع رفح ليس وليدة اليوم، بل هو وليد اتصالات مكثفة جرت بين إسرائيل ولا تزال جارية بين إسرائيل ومصر، وأيضا بواسطة أطراف أخرى خاصة الولايات المتحدة. هناك تمييز في الرؤية الإسرائيلية بين الأهداف العسكرية التابعة لحماس، وهي الأهداف المخططة والمستهدفة والتي سيتم الوصول إليها لا شك بعد إنجاز المهام في محيط خان يونس، وهذا سيتم خلال هذا الشهر، وبين الأهداف المدنية أي الاكتظاظ السكاني التابع لسكان رفح أصلا، وأولئك الذين انضموا من النازحين إلى هذه المنطقة. طيب عمليا سيد شلومو، عمليا كيف لإسرائيل التي وضعت هدفا القبض على قادة حماس، كيف لها أن تقوم بذلك وسط هذا الاكتظاظ؟ أنت بلسانك الآن تتحدث عن سكان رفح الأصليين، ثم أضيف إليهم عدد هائل من النازحين. هل ترى بأن هدف من هذا النوع يمكن تحقيقه بدون إسقاط قتلى مدنيين؟ هذا ما ستسعى إليه إسرائيل، أي تمييز بين الأهداف العسكرية وبين الأهداف المدنية، أي السكان العزل من السكان الأصليين في رفح وأيضا النازحين. يجب أن نذكر بأن النشاط العسكري الإسرائيلي هو ليس فقط فوق الأرض، بل أيضا يشمل تحت النشاط تحت الأرض أي الأنفاق، وهو يتقدم بصورة سريعة، وقد وصل فعلا إلى الأنفاق الرئيسية الاستراتيجية التابعة لحماس، ودلائل كبيرة تشير بأن القوات الإسرائيلية تلاحق السنوار حتى آخر مخبأ له بفارق أيام ربما ساعات، وهو يطارد من نفق إلى آخر. لذلك ربما
لتفادي العملية العسكرية فوق الأرض ربما، وهذا هو السباق مع الوقت، العثور على السنوار وسائر القادة المرافقين له، وطبعا بوليسة التأمين التي يوفرها لنفسه أي المخطوفين، أي الوصول إليه طيب يا والمخطوفين سيد شلومو، قبل الشروع في العملية البرية فوق الأرض. ماذا عن مصر؟ يعني أعيد عليك طرح السؤال نفسه، يعني ماذا عن مصر؟ مصر ترفض أن تصل العملية البرية إلى محور فيلادلفيا، يعني هناك ما زالت خلافات بين الجانبين المصري والإسرائيلي حول توسيع هذه الحرب لتصل إلى حدود مصر. هل برأيك الأمر ما زال يمكن التفاوض حوله، أو أن القرار صدر من إسرائيل؟ المفاوضات لا تزال مستمرة كما ذكرت، ولم تبدأ أمس بل بدأت منذ عدة أسابيع بل شهور، وهناك في عدة نواحي من الأمور تطابق في الرؤية الإسرائيلية الأمريكية المصرية آسف. أين هذا التطابق؟ بعض القضايا اسمح لي سيد شلومو، التطابق أين هو هذا التطابق؟ الخطر الكامن في استمرار حكم حماس، وأيضا الكامن في استمرار وجود أنفاق قد يغرب منها السلاح من غزة إلى سيناء وبالعكس، وأيضا مشبوهين أو مسلحين قد يهددون الأمن القومي المصري كما يهددون الأمن الإسرائيلي. هذا هو تطابق أصلي في وجهة النظر المشتركة. أيضا هناك رغبة وتفاهم إسرائيلي للحساسية المصرية، وبالنسبة لمنع تدفق النازحين وأيضا سكان رفح نحو الحدود المصرية، هنا مصر تطالب بالضمانات الإسرائيلية ليس الشفوية بل الضمانات الفعلية. إسرائيل ماضية في هذه الاتصالات، وفود إسرائيلية تصل إلى القاهرة وتقدم العروض المختلفة. شكرا شكرا يا سيد شلومو. لا ينقص. نعم. وهناك الأمل. وجملة أخيرة، أعتقد بأن في النهاية سوف تجد الطرفان المصري والإسرائيلي القاسم المشترك لمنع وقوع صدام بين شكرا البلدين سيد شلومو على خلفية حماس. شكرا شلومو غانور.